بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله تعالى في هذا اللقاء سنقوم باستكمال شرح أدوات التحديد Selection Tools. في اللقاء السابق شرحنا مجموعة من أدوات التحديد اللي هي كانت Rectangular Market Tool, Elliptical Market Tool, Single Row Market Tool, Single Column Market Tool. واستخدمت هذه الأدوات في حال التحديد لشكل منتظم سواء أنه لونته أو قصيته في خارج المكان. الآن لو أنا عندي شكل غير منتظم، شكل غير هندسي، وحابب إني أقصه في مكان تاني أو أخده من مكان الخلفية هاي لمكان تاني، ألصقه في خلفية تاني، في عندي أنا هنا أيقونة بشكل الحبل في المنطقة هاي، لو ضغطت عليها ضغطة واحدة ضغطة مطولة، في عندي مجموعة من الأدوات هي اللازو تول، بوليجنال لازو تول، ماجنتيك لازو تول. وخلونا نبدأ بأداة اللازو تول. نختار أداة اللازو تول، ضغطة بزر الفأرة الأيسر، وكل ما علي أن أنا أدوس بزر الفأرة الأيسر وظل ضاغط وأحرك الماوس ببطء شديد حتى يكون عندي أكثر دقة، وما بسيبش الماوس بالمناسبة، ظلني كابس وضاغط على الماوس وما بسيبهاش بالمرة. متى أسيبها؟ حتى لما اصل لنهايه مين نهايه ايش بدايه التحديد. تمام، بهيك بقدر انه انا اعمل كنترول جي او اعمل لاير جديده نفس الشيء. نعمل كنترول جي، حط لي الشكل اللي انا حددته بلاير جديده، خلينا نشوف بالشكل هذا. تمام، طيب لاحظ انا عندي الحدود مالها حدود ايش، حدود حاده. نشوف نحط لاير جديدة كمان ونحط أسفل من اللاير بتاعت الخلفية. تمام، وخلينا نعطيها Alt Backspace، خلفية حمراء، وبنلاحظ إنه عندي هنا الحدود مالها حادة. طيب خلينا لو أنا بدي أنعم الحدود أو بدي حدود أكثر نعومة أو بدي إياها تكون مندمجة مع الخلفية، كيف ممكن أعملها؟ حكينا خاصية موجودة كانت في الخصائص السابقة في أدوات الماركي تول اللي هي أداة الفيدر أو خاصية الفيدر. خلينا نعمل نخفي بالعين ونظهر الباك جراوند تاني، وهلقيت نختار أداة اللازو تول كمان مرة، بس المرة هاي الفيدر بدي أقول له أنا بدي إياك أنت يا فيدر مثلا نخليك 10 بيكسل. تمام، ونبدأ نختار، نضغط بزر الفأرة الأيسر وأظلني كابس كابس كابس. تمام، ونحاول نختار ببطء أقل ما نصرعش حتى يكون عندي دقة في التحديد. حددت الشكل هذا، لازم أكون واقف على اللاير وأقول له كنترول جي يعمل لي بلاير جديدة. تمام، وممكن نعمل له خلفية، أقول له دوبليكيت لللاير هاي الحمراء ونحط أسفل من اللاير هاي ونخفي الخلفية هاي. نلاحظ ان الحدود عندي اكثر نعومة من الشكل السابق، وممكن اغير انا لو غيرنا في الاوبسيتي شوية كمان. بيعطيني كأنه الاوبسيتي لازم، لاحظ معي انا هنا لقيت في عندي شغلة صارت معي انه انا واقف على اللاير مين الحمراء، فانا ما بدي انه اغير الاوبسيتي للاير الحمراء، فانا اذا كنت انا كنت ناوي اغير الاوبست لمين للشكل هذا او للشعار هذا، فلا بد انه انا اقف على اللاير تاعته. تمام، واغير الاوبست تاعته، بصير عندي شكل شفاف. تمام، الان خلونا ناخذ تطبيق ثاني على اداه اللازو تول. نروح على مجلد العمل، نختار الصوره هاي تاعت العين، نسحبها ونحطها في مستند جديد. تمام، بدات عندي تنزل. الآن هروح أختار أداة اللازو تول، أتأكد إني اخترتها، وهنا بتتأكد في الخصائص هاي إنه أنا مختار الديفولت. ببدأ عندي أختار العين، تمام، أضغط بزر الفأرة الأيسر، تمام، أظل ضاغط ضاغط وأسحب الماوس وأتحرك أحرك 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 أحرك. تمام، هلاقي انه الشكل ماله او التحديد بيظهر معايا بشكل عشوائي على حسب حركة الماوس على الشاشة.
كل هذا كان وانا دايس على كليك شمال على الماوس وما سبتهاش، تمام. ومجرد انا سبت الماوس الاقي التحديد قفل معايا لوحده، تمام. زي ما حكينا انه الاوبشنز هذولا موجودين في الخيارات الموجوده، خيارات الاوبشنز والفيذرز هذه موجوده في خصائص التحديد السابقه بتاعت الماجيو 2. طيب في عندي كمان شغله حابب انوه لها، انه انا لو بدي الغي المناطق الزياده هاي، لو بدي الغيها كنا نقول ايش؟ بدناش نقول اد، نقول سبتراكت. سبتراكت فروم سيلكشن، نضغط عليها وباجي اضغط في المنطقه هاي بطرح منها. طيب لو بدي الغي برضو من الادوات الثانيه مثلا هاي، مثلا اقول الابتكال، يبقى في عندي تكامل بين جميع ادوات التحديد. يبقى انا لو بدي اعمل له سبتراكت، تمام، شايفين انا كيف بعمل سبتراكت، بحاول انقص شويه شويه، تمام. وممكن انا المنطقة لان هذه ماكل منها، ممكن اقول له add to selection برضو في المنطقة هاي اضيفها، تمام. ممكن هيك، وهلقيت انا زي ما حكينا ممكن اخذ الجزء هذا تاع العين اللي انا اشتغلته كنترول جي واحطه في لاير جديدة. خلينا نشوف انا التحديد تاعي، وبهيك انا استخدمت اداة اللازو تول. ولاحظوا عندي انا الفيذر هنا 20، وهنا عندي نعومه في الشكل، وممكن لو كان عندي تحديد اكثر دقه كان اخترت العين بشكل افضل. الان خلونا ننتقل للاداه الثانيه اللي هي بوليجينال لازو تول. الاداه هاي الاداه بقدر استخدمها في التصميمات لما يكون تصميمات هاي فيها اضلاع متساويه، مثلا زي طاوله، نجمه، مثلث. يبقى هاي بقدر استخدمها في تصميمات لما يكون فيها خطوط مستقيمة، او بدي احاول اقص اشياء فيها خطوط مستقيمة. طيب عشان نشوف الاداة هاي وطريقة عملها، خلينا نروح للصورة هاي. الصورة هاي نفتح في مستند جديد اداة البوليجنال لازو تول. انا فكرة عملها انه انا اضغط على الماوس، اسحب، اضغط ضغطة واحدة، تمام، اسحب، بحدد، بتحرك معايا الماوس. حكيت انا سايب الضغطه، بقول لي وين اضغط الضغطه الثانيه، نضغط الضغطه الثانيه، حدد لي كانه هاي نقطه وهميه، تمام. ظهر عندي انا محرك، بضغط كمان ضغطه، تمام، وبقدر هيك وبضغط هيك وبضغط هيك، كانه بضغط ضغطه وبسيب الماوس، بضغط ضغطه بسيب الماوس حتى اصل لنهايه الشكل. يبقى انا عملت هيك كتحديد، تمام. خلينا نعمل كنترول دي، اعمل دي سيلكت. على سبيل المثال انا لو بدي احدد المثلث بهذا الشكل، نضغط ضغطه واحده هان على راس المثلث، بسيب الماوس، انا بدي اشوف وين منطقه ثانيه، بضغط ضغطه ثانيه، بحرك الماوس في المنطقه هاي، ضغطه ثالثه، وممكن انا اروح على اخره وجاتني دائره بقول انتهى التحديد. يعني انا هيك حددت المثلث بهذا الشكل، تمام. ممكن انا اعمل كنترول جي واخذنا التصميم هذا المثلث كاني قصيته في مكان ثاني. طيب خلينا ناخذ مثال ثاني على اداه البوليجونال لازو تول. خلينا ناخذ تصميم ثاني على اداه البوليجونال لازو تول. عندي انا مثلا مثلث في المنطقة هاي، بدي احاول اني احدد المثلث هذا وانسخه في غير جديدة، تمام. خليني نضغط ضغطة هان، تمام، اسحب، باجي في المنطقة هاي، كليك، اسحب، كليك تاني، كليك، حرك الماوس، كليك، 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 تمام، كليك، وباجي لنهاية الشكل. وهي اجتني دائرة بقول لي انه انت جربت تضغط، نضغط كليك.
يبقى أنا إيش لقيت؟ لقيت إن النقط اتوصلت ببعضها لغاية ما وصلت للنقطة الأخيرة، وظهرت عندي الشكل هذا، اتحول لخطوط اللي أنا عملت لها تحديد. وممكن أقول له كنترول جي عمل لي فلاير جديدة، يبقى هاي النجم اللي أنا اخترته. الآن خلونا ننتقل للأداة الثالثة من أدوات اللازو تول، وهي أداة الماجنتيك لازو تول. وهي أداة جميلة جدا، بتمشي على الدرجات اللونية، يعني بتحدد لي اللون ودرجاته. وهاي بقدر استخدمها فقط أو أفضل استخدام إلها، أو أكون عندها أكثر فاعلية لما تكون لون الخلفية لون واحد أو لون أبيض. خلينا نشوف مثال على الموضوع هذا. الصورة هاي مثلا أنا بدي أقص الشعار هذا من الخلفية هاي، تمام. هلقيت أنا كل ما علي إنه أكبس كبسة واحدة في أي منطقة على حدود الشكل، ضغطة واحدة ولحاله هو بحدد اللون. أنا هلقيت بس بحرك الماوس، تمام، هو بحدد اللون وبتعرف على درجاته، تمام، بمشي الماوس، تمام. وهذه الأداة لقيت أنا مشيت غلط. كيف انا ممكن ارجع بعد اضغط باك سبيس باك سبيس باك سبيس باك سبيس، بمشي هيك، تمام. وهي تعتبر الاداة من افضل الادوات السليكشن، زي ما حكينا لما نكون لون الخلفية لون ايش واحد، ولما يكون في عندي نقاط حرجة بطاط ممكن اضغط اكبس بالماوس عادي، ما فيش اي مشاكل، تمام. ممكن اكبس هيك، احاول انه اكبس في المنطقة هاي مثلا، تمام، مشي الماوس، تمام. جيت انا بمشي، اوكي، مشي اوكي، تمام. امشي على طول وبحاول انه امشي على حدود الشكل، افضل ماشي على طول، تمام. لحاله هو بختار كمغناطيس بيشتغل. ولقيت انا وصلت لنهاية الشكل وظهرت الدائرة، بضغط كبسة واحدة هيك تتحدد الشكل عندي. وممكن اروح انا اقول له كنترول شي واعمل لي مين الشكل هذا اللي انا اخترته، تمام، اوكي. خلينا نعمل خلفية مثلا لاير جديدة ونحطها في المنطقة هاي ونعطيها باك جراوند احمر، الت باك سبيس، وهنا شفنا الكلام هذا، تمام. الان خلونا ناخذ مثال تاني على اداه الماجنتيك لاز تول. ناخذ الاداه الصوره هاي اللي فيها دولفين، فتحناها في صفحه جديده. خلينا في البدايه نعمل زوم، نعمل تكبير للصوره، نعمل تكبير للصوره، تمام، ممكن هيك مسطرة، نبدأ نحرك المسطرة في المناطق هاي، تمام، حركنا المسطرة. ممكن كمان أصغر أنا، أصغر شوية، تمام. لقيت كبرنا بشكل، لقيت بروح على أداة الماجنتيك لاز تول، تمام. وبدي أبدأ، كل ما بدي أعمل أنا بدي أضغط في المنطقة هاي ضغطة واحدة وأمشي الماوس، بمشي الماوس، أنا مش ضاغط، قاعد أنا بمشي الماوس، تمام، من غير ما بضغط. وهو ايش بيسوي لحاله؟ بيعمل ايش؟ نقاط حوالين، لقيت انا ضغطت بعمل باك سبيس باك سبيس باك سبيس، ايوه لحاله هو بيعمل حدود، لقيت انا غلطت باك سبيس برضه، بيعمل لحاله حدود حوالين الدولفين، باك سبيس، تمام، باك سبيس، مناطق مثلا حرجة مش هتظبط معايا، بضل أضغط أكبس نقاط نقاط لما أطلع من المناطق الحرجة، تمام. نضغط المسطرة على أساس نحرك، ترجع الأداة زي ما هي، بضل ماشي بالأداة الماجنتيك ماجنتيك باك سبيس باك سبيس، تمام، أنا ماشي بالمسطرة، تمام، بضل ماشي بالأداة الماجنتيك باك سبيس، ماشي بأداة الماجنتيك، تمام، لحاله هو بحط حدود وبتعرف على حدود الشكل،
تمام، خلصت باك سبيس برضو، باك سبيس. تمام، ممكن مسطرة. تمام، أنا ماشي باك سبيس برضو، مثلا مناطق حرجة بضغط بس بالماوس عبال ما أعدي من المناطق الحرجة. تمام، أنا جيت ماشي بس بالماوس، هو لحاله لوحده ضل إيش يتعرف على حدود الشكل. باك سبيس باك سبيس باك سبيس، هفضل ماشي أنا بس على حدود الشكل. تمام، واحد هي بمشي مسطرة. تمام، لحاله أنا ماشي على طول على طول. تمام، وبنلاحظ إنه الأداة هذه بتحدد لي إنه هذا التحديد ما فيش عندي أي مجهود في عملية التحديد. كل ما علي إنه أنا أمشي، وقت ما بخلط برجع إيش بباك سبيس، وإذا لقيت مناطق حرجة إيش بضغط، بضغط على بزر الماوس أكثر من نقطة. تمام، مسطرة. نعمل باك سبيس، هنحاول نرتب التحديد بتاعنا. باك سبيس باك سبيس، أنا ماشي باك سبيس باك. تمام، ماشي على طول على طول على طول، ماشي. وصلت لنهاية الشكل، بنلاحظ صار دائرة، أغلقنا الشكل. في عندي مناطق هنا فيها مشاكل، ممكن نقول له آد، بنضيف المنطقة هاي إلها التحديد اللي إياها. منطق حرجة، هاي حرجة أضيفها لما أصل هيك، ضف لي اياها. تمام، وهي ممكن على المناطق هاي اقصها من المناطق هاي. التحديد تمام، انا لو كنت مدقق شوي كان يعطينا الشكل بشكل افضل. خلينا نضغط كنترول زيرو على اساس يجيب الفيت سكرين. تمام، بنلاقي الدلفين كله تحدد ببساطة وبشكل احترافي. ممكن أعمل كنترول سي، عملنا نسخة منه، وممكن أروح أعمل كنترول في، وهي موجودة عندي فلاير جديدة وبأداة الموف تول. ممكن أنا أروح أعمل أسحبه. تمام، وممكن أنا أقول له كنترول تي، لقيناه تحدد، وبأداة الشيفت ممكن أروح أعمل أزغره شوية شيفت، وباجي أحد هاي المنطقة هاي وباجي أسحبه في المنطقة هاي، كأنه أنا عندي الدولفين وابنه خارجين من المي. وبهيك هذا اللقاء بنكون شرحنا أدوات اللاز تول، اللي هي لاز تول أبلوجينال، لاز تول ماجنتيك، لاز تول. يعطيكم العافية، وأتمنى تكونوا استفدتم من هذا اللقاء.